السفر، وعند السفر تحديدا نضع ميزانية متوقعة لمصروفاتنا مع بعض المساحة في حالات الطوارئ. أي والله، رغم ذلك قد تفاجئنا رسوم خفية غير مرغوب فيها في حجوزات الطيران، حجوزات الفنادق، تعكر المزاج شوي بالسفرة. هذه التكاليف قد تأتي على شكل رسوم ضريبية تضاعف عند التسديد، أو رسوم خدمة في حالة الحجز مع تطبيقات الطرف الثالث، وأحيانا تكون غير قابلة للاسترداد. بعض الفنادق أيضا تفرض رسوم أخرى على كل ليلة تطلب سدادها عند تسجيل الوصول أو الخروج، حينها لا يصبح لديك خيار إلا خيار الدفع. ماذا نفعل إذن يا عادل لتجنب هذه المطبات والتمتع بسفر خالي من التوتر؟ نقاشنا اليوم في اقتصادك. معنا اليوم حينضم إلينا المستشار السياحي محمد إبراهيم مصري للحديث أكثر حول المصاريف المفاجئة. يسعد صباحك، تفضل. سيد محمد صباح الخير. يا صباح النور، يا هلا. يعني بالفعل خلصت فلوسنا. يعني ممكن فلوسنا نقعد بإجازة جميلة ونجي نطلع نعمل تشيك أوت من الأوتيل ويقول لك في ضرائب مثلا مدنية لازم تدفعها على كل يوم. كيف ممكن نتجنب هذه التفاصيل الصغيرة اللي ممكن الواحد ما ينتبه عليها؟ أهم شيء التخطيط، وأهم شيء إنه واحد يكون في عنده اطلاع عن المصاريف، يكون في عنده خطة مالية. من دون خطة مالية، من دون ما نعرف بالضبط الوجهة السياحية رايحين عليها، شو هي الفاين تيونينج أو بعض التفاصيل اللي هي بتأثر من ناحية الميزانية. لو فكرنا بضرائب الفنادق أو ضرائب السيتي تاكس أو ريزورت تاكس، أوكي، اللي هي ضريبة خدمة إضافية تندفع بشكل مباشر. من قبل كان في عندنا بعض الأحيان نحجز الفندق وبالأخير لما نوصل لمرحلة الدفع يصير في عندنا إنكريز أو في زيادة بحدود 10-20%. بس في جهات رقابية أجبرت مواقع حجوزات فنادق أن هي لازم تظهر كل الأسعار بشكل واضح مباشر. طيب يعني هو أيضا الموضوع ما هو مقتصر فقط عادل على الفنادق. لا لا لا، يعني ما حتى إذا قال لك في هذه الضريبة اللي أنا إلى الآن ما زلت لا أفهمها، هي ضريبة أو رسوم المدينة اللي أنت ساكن فيها. نعم. طيب نعم. هذه بالإضافة إلى أنه حتى في السيارات لما تأجر سيارة، نعم، تجيك والله الطرق تأخذ ضريبة، وبعض الطرق أو زيادة الطريق معناته أنت راح تدفع extra mile. بالضبط. صحيح. يعني هذه أنت ما تكون حاسب حسابها لأن أنت دافع الانشورنس أو التأمين على أعلى مستوى وغير اللي دافع في قيمة. صحيح. السيارة. صحيح. المشكلة أنه في بعض الأحيان نحن نحاول، لو نظرنا للفترة الحالية ارتفعت أسعار السفر بشكل عام بين 20-30%. ايه؟ نظرنا الطيران، الفنادق، أسعار تأجير السيارات، الخدمات، حتى المطاعم، يعني كل العالم، التضخم اللي صار فيه أدى لزيادة الأسعار. افضل نصيحه بالنسبه لنا اوكي انه دونت جو تشيب، يعني ما تحاول توفر وتتذاكى في بعض الاحيان ببعض المواقف لاني هذه بتكلفك مصاريف زياده. استخدم اذا يعني المستشار السياحي محمد ابراهيم يقول لكم لا تطبقون المثل مد رجلك على قدر الحافك، لا زيد شويه الميزانيه، زيد شوي بتوفر. طيب بتوفر خلينا بتوفر. نقول لو نبي نمد رجولنا على قد الحافنا، معنا بجت 10,000 مثلا ابغى اسافر فيها، كم من هالبجت اخلي للطوارئ للحالات هذه اللي الواحد ما يعمل حسابها؟ الطوارئ بشكل عام اهم شيء نحن ناخذ حسابنا، مثل ما عملنا بادجت للطوارئ بيكون في عندنا استراتيجيه في ان احنا نغطي معظم مصاريف الرحله، كان من الطيران، كان من الاجار السياره بالفندق، من الوجبات. بعض الاحيان بعض التريكس اللي ممكن ناخذها نحن لما نحجز الفندق، بدل ما نحجز وجبه مع فطور، اوكي نحن معظمنا ما ناخذ الفطور، اوكي ان ناخذ الهاف بورد اللي هو مثلا مع عشاء او مع غدا اللي بيكون فيه توفير اكبر، او ممكن نحن حتى بعض الاوقات الاستئجار السياره او الطيران نوفر ناخذ تذكره اقل من شركة طيران مخفضة، بس نفس الوقت تحصل الميل في فلوس، الفيديو الانترتينمنت بفلوس، كل شيء. بعض المصروفات متعلقة بسياسة البلد ليس لك علاقة فيها. صحيح. أنا واحد من الناس رحت سعر البنزين خليني أتكلمها بتركيا، نعم، كان بسعر ليرة معين زاد 30% exchange rate والإنفليشن، أو حتى هم زادوا 30%. صحيح. على سعر البنزين. هذا غير متوقع.
أبداً. ليس معلومة أبداً. صحيح. طيب. صحيح. عشان كذا حتى استخدام أحياناً الكريدت كارد بنستخدمها بالعملة المحلية أو استخدمها بالدولار أو استخدمها بعملتك تفرق الإشور للبنك. هذا سؤال جداً مهم. الواحد في السفر يستخدم العملة المحلية أم عملة بلده؟ العملة المحلية أفضل محلية. دائماً أفضل دائماً. ونفس الوقت ما تسحبي كاش من كريدت كارد أو بطاقة البنكي، وتحاولي قدر الإمكان أنك أنت ما تستخدمي الرومينج أو يكون في عندك أوفر من الموبايل بحيث أنك توفري الرومينج، لأن مبسوطين سعيدين رايحين المطار، ندخل المطار بعد الكيو نطلب كل شيء في المطار، تجيك الفاتورة مبلغ وقدره ربما يغفلوا عنها، حتى اللي هي الإعفاء عن الضريبة للسياح أو بالضبط. للزائرين بالضبط. في كثير دول ترتيب الوقت لوصولك عفوا للمطار أوكي أيه. وأنك أنت تاخذي، لأني معظم الأوقات يعني نتكاسل عليها ونشوف كيو طويل زحمة أيه. تعالي شوي تاخذي مبلغ محترم صحيح. او حتى يعني خلال شوبينج في بريطانيا او بفرنسا الفات فري مهمه جدا حتى بالنسبه لنا في الامارات. حتى الضريبه اللي ذكرها عادل ضريبه السكن في المدينه نفسها ممكن تعفى عنها في بعض المدن، اذا رحت للبلديه يعفوك عنها. صحيح، بس بي بي يعني بشكل قليل جدا، لان معظم الاوقات يستخدموا هذه الضرائب لانهم يجمعوا يعني كليننج تاكس او ريزورت ديفلوبمنت او بعد تطوير المنتجات السياحيه. اخطط للسفر قبلها بفترة ولا أبحث وجهات جديدة أرخص من الوجهات المعتادة عليها؟ أنت كمستشار نعمل هايد بيرد. الوجهات السياحية الجديدة بتكون طبعا تقدم عروض أفضل من الوجهات المعروفة اللي عندهم أوريدي ديماند وعندهم دعم، يعني عندهم طلب كبير. التخطيط المسبق بوفر علينا بشكل كتير كبير، بس نحن للأسف ما بناخذ قرار إلا قبل السفر بفترة قصيرة جدا، وهذا الشيء اللي إحنا بجبرنا نحن ناخذ whatever الموجود عندنا. التخطيط المسبق بيوفر علينا مبالغ كبيرة جدا، وبنفس الوقت اختيار وجهات سياحية جديد يكون في عندنا الشجاعة. الناس ما تشوف ما تشوف العروض إلا قبلها بفترة وجيزة. ما هي هاي الإجازة والمواعيد والدوام والأطفال والمدارس، هي هذا اللي بتخلينا شوي. استمتع بما بقى من الصيف والله. أكيد. لازم. فاطمة تسافر. العروض المميزة الأخيرة مطروحة حاليا بعد. جيد. المستشار السياحي محمد إبراهيم المصري، شكرا جزيلا لك. شكرا لك. يعطيك العافية. ميزانية سعيدة. إن شاء الله. لمتابعة المزيد من الأخبار والبرامج والقصص الإنسانية والوثائقيات والتقارير الإخبارية، لا تنسوا الاشتراك في قناتنا على يوتيوب، الضغط على زر الإعجاب وتفعيل جرس التنبيهات.